الآن فضلت الشيخ الكريم، يعني نسمع أن من يستدل بأقوال سلفنا، قفل أكلمك قال امسك الشمس، مثل هذه الكلمات، لأن هناك مدارس الآن، مدارس الجرح والتعديل. هل هناك الآن يا شيخنا الكريم تعتقد أن ما زال الجرح والتعديل قائم إلى الآن؟ الجرح والتعديل له أهله، لكن الإشكالية الآن أن الحدث الذي كان بالأمس لا يصلي وأتي به للمسجد نصب نفسه ولم ينصبه أحد، نصب نفسه عالما من علماء الجرح والتعديل، وخول لنفسه أن يتكلم في عرض أكبر شيخ ويصفه أنه زنديق، ويأتي بالألفاظ التي هي موجودة في كتب الرجال على الذين يكذبون على رسول الله وينسبها إليهم. يعني مثلا في كتب الرجال أحيانا شخص يكذب على رسول الله فيقولون في ترجمته كذاب دجال من الدجاجيلة. يأتي الأخ هذا الأحمق في هذه الأزمان يأتي لأي شيخ فاضل يحدث ويذكر الناس لكونه اجتهد في مسألة وأخطأ، يقول كذاب ودجال من الدجاجيلة دون تمهل ودون تروي. ففي الحقيقة فقدان خلق وفقدان دين قبل أن يكون قد يكون شيخنا يقول لك أنا مقلد لبعض الناس الموجودين والمشهورين مثلا. وهي الإشكالية في المقلدة أو في الذين يقلدون، هم أنفسهم أو في جلهم فقدوا الخلق الكريم في الإعراض عما يريدون، فقدوا الخلق الكريم. يعني أكثر من عرفتهم من هؤلاء لا يتثبتون في الخبر. يعني ممكن تكون في بيتك لم تتكلم كلمة، وواحد سفيه يذهب إلى هذا الذي نصب نفسه كبير المجرحين والمعدلين، والكذاب ينقل له كلمة، فعلى إثر هذه الكلمة يخرج يطعن في الناس كلهم دون تثبت. ونحن ديننا أمرنا فيه بالتثبت، أمرنا فيه بالتثبت، وأمرنا فيه بأن نحمل الأمور على محامل حسنة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم شيخ. طيب كيف نتصرف نحن مع إخواننا الذين مثلا يغالون في مثل هذه الأمور؟ لهم طرق أيضا في التعاملات معهم، طرق النصح والتوجيه. مطلوب أن ننصحهم وأن نوجههم، أن نوجههم بالتوجيه الذي يرضي الله، وإن وجدنا عنادا أيضا وبكل أدب، وبكل أدب تفطنوا لهؤلاء، فهؤلاء لا يتثبتون في الأخبار. نعم بارك الله فيك. يعني لأن أنا شيخنا أنا أطيل في هذه النقطة، لأن هي أصلا البرنامج آفة في الزمان، آفة هذا، حتى هذه المدارس المتنوعة نفسها لا تتفق مع بعضها البعض، وكل يطعن في أخيه. أنت تعرف يا دكتور مدحت، على مدار السنوات الطويلة التي عشناها كانت تنشأ جماعة التكفير، ثم ما تلبس سنة إلا وجماعة التكفير تنشق على نفسها وتنشق انشقاقات، إلا أنه كان نذكر طالبا كان في كلية الطب يقول عن نفسي أنا الفرقة الناجية، يقول عن نفسي فقط. كذلك أهل جماعة التبديع الجديدة، ما هي التبديع هي والتكفير شيء واحد. نعم صحيح. جماعة التبديع الموجودة الآن الذين يطعنون في العلماء، جماعة التبديع هذه هي والتكفير سميتان، من ناحية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني هذه الجماعات الموجودة الآن لا يسلم المسلمين من ألسنتهم شيخنا أبدا، همهم من شيخ يترقبون خطبة، ينظرون إلى خطبة، إن زل لسانه في كلمة تركوا كل الخير واصطادوا هذه الكلمة. هذا منهج شيخنا، هذا منهج، هذا الأمر منهج، منهج شيطاني. فيتركون العلماني، يتركون الليبرالي، يتركون النصراني، يتركون اليهودي، يتركون الطائفة بالقبور، لا يتكلمون عنهم كلمة أبدا لا، وإنما إذا زلت قدم داع إلى الله في كلمة شأنهم معهم كما قال الرسول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم شكرا.